وقد ايه احنا فرحانين، قد ايه احنا مبسوطين. على فكره اي حاجه بتحصل من امبارح للنهارده، وحضراتكم اكيد متابعين الحاجات اللي بتحصل، مش فارقه معانا خالص. كل اللي فارق معانا هو فرحه جمهور النادي الاهلي، كل اللي فارق معانا الناس اللي بتعمل اي حاجه من امبارح للنهارده عايزه تطلعنا بره الفرحه، ولكن الفرحه دائما في القلوب، الفرحه دائما في القلوب. وبعد شويه هقول لحضراتكم كل انديه العالم او معظم انديه العالم هنت النادي الاهلي بالفوز بالبطوله العاشرة. كل صحف العالم، انا بتكلم بجد مش بهزر، معظم صحف العالم اتكلمت على فوز النادي الاهلي التاريخي التاريخي بالبطوله رقم 10. الحقيقه كلنا بنبقى فخورين جدا بالنادي الاهلي، كلنا فخورين ان احنا بننتمي ولو جزء بسيط جدا جدا في هذا النادي الكبير والعريق، لان جمهوره يتعدى ال 100 مليون في العالم كله. الحقيقه مش في مصر بس، في مصر هنتكلم على 70 80 مليون اهلاوي بيحبوا النادي بتاعهم، عايزين دايما يبقوا واقفين ورا ناديهم. الفرحه اللي جوايا الحقيقه، يعني انا مسكت الكاس وانا داخل كده، قد ايه الواحد مبسوط، قد ايه الواحد فرحان. انا مسكته قبل كده مرتين وانا بلعب مع النادي الاهلي في 2005 و2006، ومسكته بعد كده مرتين السنه اللي فاتت او في يوم 27/11، رحت اتصورت مع الكاس في النادي، والنهارده الحقيقه بنتصور مره تانية مع كاس افريقيا. في خلال من 27/11 لغايه امبارح خدنا كاس افريقيا مرتين في اقل من 8 شهور او 9 شهور، وبالتالي هذا النادي يستحق التقدير، هذا النادي يستحق الاحترام، هذا النادي اللي رافع راس مصر دائما في المحافل الافريقيه والمحافل العربيه. النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين عندنا مجلس اداره محترم، كابتن محمود الخطيب، الاستاذ العمري فاروق، الاستاذ خالد درندلي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الدكتوره رانيا علواني، كل الموجودين، محمد الجرحي ومحمد سراج والضماطي وجوهر نبيل، كل المجموعه دي الحقيقه على قلب رجل واحد، مجلس اداره محترم، مجلس اداره يستحق الاشاده. احنا النهارده مش جايين نطبل لمجلس اداره النادي الاهلي، النهارده مش جايين نقول ان مجلس اداره النادي الاهلي ده مجلس محترم، من غير ما نقول الحقيقه يجب على الجميع، يجب على الجميع رفع القبعه لهذا الرجل المحترم ممثلا لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، الاسطوره الكبيره جدا جدا في عالم كره القدم وفي عالم الاداره، في عالم كرة القدم وفي عالم الإدارة. كل الناس شايفة الصورة دي الحقيقة بتعبر عن شيء كبير جدا جدا داخل النادي الأهلي، عائلة الأهلي، عائلة الأهلي اللي احنا كلنا دايما بنفضل وراها، عائلة الأهلي دي اللي هنفضل كلنا دايما وراها. كابتن محمود الخطيب بصوا الفرحة عاملة ازاي، بصوا السعادة عاملة ازاي على كل الناس. ألف ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي يستحقوا الحقيقة كل التهنئة خلال الفترة السابقة، لأنهم الحقيقة خلال الثلاث سنين ونص اللي فاتوا أو خلال الفترة السابقة بالكامل منذ أن بدأ هذا المجلس وجوده في النادي الأهلي لغاية دلوقتي، تحملوا ما لا يتحمله بشر. عشان خاطر لما كنا نيجي نتكلم مع أي حد فيهم يقولك عشان خاطر جمهور النادي الأهلي إحنا ما بنفتحش بقنا، عشان خاطر جمهور النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وأخلاق النادي الأهلي إحنا ما بنفتحش بقنا، ومش هنتكلم غير في الملعب فقط، الملعب بس أو كرة القدم أو كل الألعاب الأخرى هي اللي هتفرحنا وهي اللي هتبسط جمهور النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين قد إيه الانبساط، قد إيه الفرحة. كابتن خطيب تحس إن هو فرحان من جواه، تحس إن هو رجع سنة 82 تاني، تحس إن هو واقف مع اللعيبة بقلبه. حاجة جميلة جدا، وحاجة الواحد قد إيه هو قاعد بيتفرج امبارح على قناة الأهلي. وبالمناسبة أنا بشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي، امبارح الاستوديو التحليلي قبل المباراة وبعد المباراة تغطية رائعة من حتى المجموعة اللي كانت موجودة في المغرب، الحقيقة عملوا تغطية رائعة جدا، وكل الناس قد إيه فرحانة، كل المراسلين اللي كانوا متواجدين في كل مقرات النادي الأهلي عملوا شغل رائع جدا جدا جدا. فالحقيقة بنشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا المجهود الرائع الحقيقة اللي عاملينه، واللي من أول يوم لغاية دلوقتي كل الأمور الحمد لله ماشية في اتجاه جمهور النادي الأهلي، اللي جمهور النادي الأهلي هو اللي عايزه هو اللي بنعمله. الصورة اللي أمام حضراتكم دي بتدل على إن إحنا عندنا مجلس إدارة يستحق التحية والتقدير، مجلس إدارة لا يستحق غير إن إحنا نقول له إحنا بنشكرك، إحنا بنشكركم جدا جدا على الاهتمام الكبير والفترة السابقة واللي حصل، وإحنا عارفين إن ده دوركم، ولكن إحنا دورنا إن إحنا نعرف الناس اللي أنتوا بتعملوه، إحنا دورنا إن إحنا نقول للناس كيف
يقود مجلس إدارة النادي الأهلي، هذا النادي الكبير، هذا النادي العريق، 70-80 مليون أهلاوي دايما دايما بيستنوا القرارات اللي حضراتكم بتاخدوها، القرارات اللي بتاخدها لجنة الكورة برئاسة كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف. هذا الثلاثي أيضا له دور كبير جدا في بناء الفريق، وانت قاعد بتتصفح مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وانت قاعد بتبص كده على التليفون، جايبين صورة للكابتن محمود الخطيب وهو قاعد مربع وباصص كده يوم لما خرجنا من البطولة الأفريقية من سنتين، وبيقولوا ان هذا اليوم، كل اللي موجودين على السوشيال ميديا بيقولوا ان هذا اليوم كانت البداية لبناء فريق جديد للنادي الأهلي يستطيع ان ينافس. وكابتن محمود الخطيب وكل المجموعة اللي معاه وعدت فأوفت.